طيب الوقفة الخامسة، الجفري بيقول أحمد الرفاعي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام في القبر والنبي رد عليه السلام. كالبيتين اللذين أنشدا وهما للإمام أحمد الرفاعي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به، عندما وقف أمام الشباك الأعطر وفي قلبه وروحه من الشوق ما فيه، وألقى السلام على سيد الأنام قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فسمع الرد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. قال له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. فأخذ ذوب سماع الرد بكليات الإمام الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، فنطق لا بناطق الإحساس الظاهر الذي يبرد ويفنى بعد قليل، لكنه نطق بناطق تهيج المشاعر، تهيج الذوق الذي تنتجه البصائر، فأنشد وهو غائب الحس يقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح أي الأجسام قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فإذا باليد الطاهرة تخرج أمام الناس وأعينهم ومرآهم، ويقبلها الإمام الرفاعي أمام الناس. فقال أحمد الرفاعي، ده بتاع طريق الرفاعية، ودي طريقة عندها شركيات وضلالات كبيرة جدا جدا. قال أحمد الرفاعي قال للرسول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا جدي. ومن قال لك جدك عندك رقم وطني؟ كذاب، والجفري ذاته كذاب. فقال له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. شوف أي شيخ طريقة صوفي بيقول أنا ود الرسول، الرسول جدي، يقول لك ابن فلان للصيق ليك اسمها ساكت محمد، للصيق ليك يقول لك ابن فاطمة الزهرة، كذابين كلهم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة دي، حسمها، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي. وفي رواية قال: لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتيني الناس بأعمالهم. وقال لها: لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى ما في صوفي يتلصق ساكت بالكذب، غير عملك بعد رحمة الله ما بينفعك يا صوفي يا بليد. طيب، وكذاب الرسول، ما بيتكلم من جوا القبر يسمع الزول، وإلا ده يحتاج دليل. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفنوا مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يا جفري اسمع الآيات دي، أنت ما قاعد تقرأ القرآن، ما فاضي من الرقيص مع الشيعة ومع الصوفية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية، والآية دي لما قرأ أبو بكر الصديق على الصحابة وفيهم عمر رضوان الله على الجميع، قال عمر: فما كادت رجلاي تقلني حتى سقطت على ركبتي، وكأنها أنزلت الآن، وصار الناس يتلونها في الطرقات وكأنها أنزلت الآن. ولو كان حي وبيتكلم مع الناس البرة دفنوا لي. والصوفية ذاتهم اللي بيشوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الرسول أصلا حي يبقى ما مات يعني، بيمشوا قبره ليه؟ يبقى ما في. وكل شيخ طريقة صوفية، تجانية وسمانية وختمية وقادرية ورقينية وغيرها، كل شيخ طريقة بيقول الرسول بيجينا في الصيلون في الديوان بتاعنا. طيب معناته ما في القبر؟ هم بيمشوا يزوروا شنو لما يمشوا يزوروا هناك؟ هذا الكذابين ومتناقضين. والجفري ده زول والله مجرم، ولا يجوز لأحد من المسلمين يستمع له أبدا. وصية القحطاني: لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.